السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم بفيديو جديد في القناة ديالنا فلوغ رونو داسيا. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نقربكم من مجموعة من الخصائص ديال هاد السيارات ديال داسيا. مجموعة ديال لي زوبسيون كيكونوا في هاد السيارات ما كيستافدوش منهم الناس. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نقربكم منهم ونوريكم كيفاش كيخدموا باش تستافدوا منهم في الحياة يعني اليومية وفي الاستعمالات اليومية ديالكم. بالنسبه لهاد لي زوبسيون فهما كيتوفر عليهم موديلات ديال لوغان وديال سانديرو ستريت واي اللي كتشوفوا معنا في الصوره، وكذلك حتى ستيب واي. فغنبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد لي زوبسيون هادو فهما كيبانوا بساط، بزاف ديال الناس غيقول لك يعني هاد لي زوبسيون هادو راهم معروفين، ولكن لا، كاين مجموعه ديال الناس ما كيكونوش عارفينهم، ما كيستافدوش منهم كما قلت. مثلا الا بدينا غير بلورديناتور دو بور، هذاك ليكرون صغير اللي ما بين لي كونتور بجوج ديال الرونفلاج وديال السرعه، فبزاف ديال الناس ما عارفينش دوك المعلومات اللي كيكونوا فيه علاش كيصلحوا ومنين نقدروا نخدموا بهم. فكنلقاو لي بوطون اللي في الفولون على اليمين فهما كيتحكموا لينا في هذاك ليكرون، يعني من تما نقدروا نشوفوا السخونيه. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش السخونيه ديال داسيا فين كاينه، ما كيعرفوش واش طالعه هابطه. عاود نقدروا نستافدوا من داك ليكرون، نقدروا نشوفوا فيه لا كونسوماسيون، لا مويان دو كونسوماسيون، ايضا المسافه اللي ضربنا بالسياره، وكذلك عاوتاني نقدروا نشوفوا شحال باقي لينا ديال الغازوال في السياره، يعني شحال غادي يضرب لينا داك الغازوال اللي باقي عندنا في السياره من كيلومتر. لا مويان كما قلت كما شفتوا هي دست لا مويان 4.9 مثلا، هي دابا حاليا في هذه السياره هذه 4.9، وهذا الاستهلاك راه في وسط المدينه، هذه غير بين قوسين. وبالنسبه لي بوطون اللي كاينين على اليسار في الفولون فهما ليميتور والريغولاتور ديال الفيتاس. ليميتور كيبان عندنا بالصفر في وسط الكونتور وكتكتب ليميتور، والريغولاتور كتكتب ريغولاتور وكيبان عندنا في الخضر. غادي نبين لكم الفرق بيناتهم وكيفاش نستعملوهم وفوقتاش حتى هو. بالنسبه لليميتور دو فيتاس فكنقدروا نستعملوه قبل ما نتحركوا بالسياره، يعني نديروا السرعه اللي ما بغيناش نفوتوها كنبركوا على ليميتور، وكنبقاو نزيدوا بدوك لي فلاش دوك لي بلوس. كما كتشوفوا السرعه راه هي كتتبدل في داك لورديناتور دو بور، احنا حددناها على 60 كيلومتر في الساعه، يعني اننا فاش غادي نتحركوا دابا وفاش غادي نكونوا كنأكسيليريو ما غاديش نفوتو 60 كيلومتر في الساعه، واخا ناكسيليريو يعني بافون ما غاديش نفوتو 60 كيلومتر في الساعه. غادي نافيشي ليكم في لورديناتور دو بور السرعه ديجيتال هي باش تشوفوا انه دابا رحنا ماكسيليرين ولكن ما غاديش نفوتو 60 كيلومتر في الساعه. هذه مزيانه بالنسبه في الطريق، بعض المرات الانسان كيسها كيكون غادي في شي طريق ديال 80 وما كيبغيش يبقى كل مره رد البال، فهو يقدر يليميتي السرعه في 80 واخا يبرك على الاكسيليراتور ما يخافش انه غادي يفوت السرعه ديال 80. اذا هكا كيخدم الليميتور دو فيتاس. غنعاودو نجربو وغنعاودو ناكسيليرو باش نشوف واش نقدرو نفوتو 60 كيلومتر في الساعة. اذا هو ما كنفوتوش 60 لان حددنا السرعة في 60، وهادشي من لي بوطون اللي كاينين في الفولون على اليسار ديال ليميتور او ريغولاتور دو فيتاس. ودابا راحنا مخدمين ليميتور دو فيتاس. غادي ندوزو دابا باش نشوفو ريغولاتور دو فيتاس كيفاش كيخدم. بالنسبه للريغولاتور دو فيتاس فالطريقه ديال الاستعمال ديالو مختلفه على ليميتور دو فيتاس، حيث اننا الا بغينا نشغلوه فكيخصنا نكونوا قابطين الطريق، والريغولاتور دو فيتاس هو واحد الخاصيه اللي كتمكننا اننا نفيكسيو واحد السرعه محدده ونتمشاو بها المسافه طويله و
ونتحكموا فيها من خلال الازرار اللي كاينين في اليسار ديال الفولون. في هذا المثال فاحنا قابطين طريق دابا وغادي نحاولوا اننا نفيكسيوها على واحد السرعه ديال 45. انا اختاريت واحد السرعه ديال 45. اذا شغلنا دابا الريغولاتور دو فيتاس، ها هو درنا اون وراح نفيكسينا على 45 كيلومتر في الساعه. كما كتشوفوا غادي نهزوا رجلينا على الاكسيلاتور وعلى ما نقص والو، وغتبقى غادي الطوموبيل بواحد السرعه ديال 45 في الساعه. دائما كيخصنا نكونوا يعني متيقظين وما نغفلوش على الفران. اون فوا كنقيسوا الفران فصافي كي ديزاكتيفا الريغولاتور. غادي نعاود نوريكم، نعاود نطلعوا للسرعه ديال 45 ونعاود نفيكسيوه مره اخرى باش نوريكم كيفاش كنقدروا نتحكموا فيه حتى من الازرار اللي كاينين على اليسار ديال الفولون. نعاود نفيكسيوه في 45 بدوك الازرار بلوس وموان، ها هما كما كتشوفوا بالبلوس والموان، ونقدروا دابا ناكسيليريو ونفرانيو ولا نقصوا من السرعه من هذوك الازرار، يعني بلا ما نقيسوا لاكسيليراسيون، غير من دوك الازرار. انا دابا طلعت السرعه غير من الازرار بالبلوس اللي عندكم في الفولون على اليسار. انا كنحاول ناكد على هذا الشيء هذا باش تردوا له البال، ولا نقص من السرعه غير بموان. اذا هكا كيخدم الريغولاتور دو فيتاس. بالنسبه للي موديل اللي مزودين بالكليماتيزاسيون اوتوماتيك ديجيتال فكنلقاوهم على هذا الشكل. كنلقاو فيهم ثلاثه ديال الاقراص ديال التحكم ديجيتال، و كيمكننا اننا نتعرفوا مثلا على درجه الحراره. هذا القوس مثلا كيمكننا اننا نتحكموا في الكميه ديال الهواء اللي كتدخل. هذا كيخلينا اننا نختاروا من اشمن منطقه بغينا نستقبلوا الهواء الداخل، وهذا باش كنتحكموا في الحراره اللي بغينا. نقدروا كذلك اننا نضبطوه باش يخدم اوتوماتيكيا او التحكم يدويا من خلال قرص التحكم في تدفق الهواء الداخل. بالنسبه للضبط الاوتوماتيكي فكيمكننا من استقبال الهواء بالكميه المناسبه حسب درجه الحراره اللي كاينه خارج السياره. واحد الاشكال اللي كيعانيو منه مجموعه من السائقين وما كيعرفوش يتعاملوا معاه هو المشكل ديال الضبابه اللي كتطلع على الباربريز. فكاين هذا الزر، هذاك الفوقاني فهو ديال الباربريز الامامي، و التحتاني ديال الخلفي. فان فوا كنبركو عليه فكيتدفق الهواء بواحد الكميه كبيره من خلال واحد الفتحات اللي كاينين قرابين للباربريز، و كيحيدو الضبابه. ولكن كيخصنا نكونو ضبطنا الحراره تكون حراره منخفضه، نخدمو لاكليم باش كتحيد ديك الضبابه في ساعه. الاشكال الثاني كيوقع فاش كنبغيو نطفيوها، فبزاف ديال الناس ما كيعرفوش يطفيوها، كيعاودو يبركو غير على داك الزر نيت، وكتعاود عاوتاني كتبقى تخرج الهواء بكميه كبيره. ماشي هكاك، فكيخصنا نطفيو من هاد الزر هذا اللي كاين على اليسار، هاد المانيت هادي اللي كاين على اليسار كنديرو لها اوف عاد باش كطفى. الا درنا عليها شكاك ما غاديش طفى. هذا بالنسبه للزاج اللوراني حتى هو فاش كطلع عليه الضبابه، فكنشغلوه من خلال هذاك الزر وشويه بشويه غادي تحيد الضبابه. حاجه اخرى الناس عاود ما كيعرفوش يخدموها هو الماء ديال السويكلاص ديال الزاج اللوراني. الماء ديال السويكلاص باش يخرج كيخصنا ندفعوا هذا المانيت للقدام. في هذه الحاله عاد باش كيخرج الماء وكنقدروا نستعملوه باش كنطفوا الزاج اللوراني. يعني هذه حاجه سهله تقدر بزاف ديال الناس عارفينها، ولكن بزاف عاود اخرين ديال الناس راهم ما عارفينش هذه المساله. هذه هاد المانيت راه كندفعوها للقدام على هذا الشكل. ايضا لي زيسوي كلاص اوتوماتيك
كاين مجموعة ديال السيارات دابا راهم مزودين بهاد الخاصية هادي، فكيخص يتم الضبط ديالهم على الوضع الآلي باش يخدموا. شحال من واحد مخلص هاد الخاصية وما عارفاش واش عنده. بالنسبة في المارش أريير كاين واحد الزر، هانتوما غادي تشوفوه من بعد ما نديرو مارش أريير، كاين واحد الزر كان اكتيفي وكان ديزاكتيفي منو داك الصوت ديال المارش اريير فاش كنكون راجعين. كاين الناس اللي ما كيبغيوش يسمعوا داك الصوت، كيكون داير كيدير واحد الصوت ما كيبغيوش يسمعوا، يقدروا ديزاكتيفيوه من هنا ولا ياكتيفيوه. ايضا عندنا كذلك السيارات اللي مزوده بالفرنما الكتريك، فان فوا كندوزو الفيتاس صافي كنزوج لهنا الاكسيلاتور، راه كتزيد السياره بلا ما نحتاجو اننا نديزاكتيفيوه بيدينا. كذلك فاش كنسكتو لا فواتور راه هذاك الفرنما راه كيطلع لراسو. ودابا غادي ندوزو للشاشه ميديا ديسبلاي، وباش تستافدو من الخصائص الرائعه ديالها فكنصحكم بربط الهاتف ديالكم بها عن طريق كابل يو اس بي، ويكون من الاحسن اوريجينال. بالنسبه للهواتف ذات نظام الكار بلاي لي زايفون، فالربط كيتم مباشره ابل كار بلاي. وبالنسبه للهواتف بنظام اندرويد فكاين هواتف اللي كيخصنا نثبتوا فيها واحد لابليكاسيون سميتها اندرويد اوتو، عاد باش كيخدم لينا. وكيف ما كتشوفوا بمجرد الربط فكنلقاو مجموعه من الخصائص الرائعه وبشاشه عرض انيقه جدا، وكيمكن لينا نستافدو من التطبيقات اللي متواجدة على الهواتف ديالنا ونستغلوها في السيارة، كما كيظهر لكم واتساب، ويز، كالوندغيي، جوجل مابس، يعني مجموعة من التطبيقات اللي كتلقاوهم على الهواتف، فكيتنقلو وكيبداو يتعرضو على الشاشة ديال السيارة. كما كتشوفو هنايا دخلنا لجوجل مابس وها الجي بي اس، نقدروا اننا نستغلوه في الطريق ديالنا. كما كتشوفوا الشاشه رائعه، الوان جميله، وهاد الشاشه سريعه بزاف في الاستعمال ديالها وما كتبلوكاش بالمقارنه مع مجموعه من الشاشات اللي كاينه في سيارات اغلى من هاد السيارة هادي. نظام ويز الرائع كما كتشوفو اللي كيحسب لينا السرعة باش كنمشيو، وكيعطينا حتى لي رادار فيكس اللي كنلقاو في الطريق. كذلك هذا الراديو انترناسيونال كيتعرض بواحد الطريقة جميلة. وهاد الخصائص كلهم بطبيعة الحال كيخص تكون عندنا الكات جي. كما كتشوفوا هنا في ريغلاج كنقدروا نلقاو واحد الخاصيه باش اننا كنأكتيفيو ولا كنديزاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون، لان فاش كنكونوا غاديين كيقدر يجينا واتساب كيطلع تما، ما كيبانش كتابه ولكن كيطلع لنا نوتيفيكاسيون بلا راه جانا واتساب ولا جانا ميساج تما في الشاشه، نقدروا ناكتيفيوه ولا نديزاكتيفيوه كما بغينا. مجموعه من الخصائص الرائعه كما كتشوفوا، قدروا كذلك نختاروا حتى الفون ديكرون كيفاش بغينا الفون ديكرون يكون، و نختاروا فون ديكرون اللي عجبنا. كذلك الى عندنا شي ايفينمون راه كيطلع هنايا، بحال دابا حنا اليوم ما عندنا حتى شي ايفينمون، وهذا الشيء اللي كاين في هاد الشاشه. اذا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، ويمكن لكم تخليو تساؤلات ديالكم في لي كومونتير وغادي نجاوبو عليها في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم وشكرا على المتابعه.